الرياضيه من مدينه كميل شمعون الرياضيه لكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان والعالم بهاللقاء المنتظر قمه القمم المواجهه الحاسمه معركه الصداره القمه الناريه قمه دوري الفا لكره القدم مثل ما بدكم تسموها بالمرحله العاشره ختام المرحله العاشره ختامها مسك مع النجمه والعهد بهاللقاء يلي تم تاجيله من يوم السبت من مساء السبت الى اليوم ورغم الشيء شوفوا الحضور الجماهيري الكبير باللعبه الشعبيه الاولى بلبنان جمهور النجمه حاضر بقوه جمهور العهد ايضا حاضر لمتابعة اللقاء ونحن معكم دائما بالنقل المباشر بآخر 10 سنوات ما شفنا غير تعادل سلبي واحد بين النجمة والعهد بلقاءاتهم بالدوري هيدا الشيء بدل على كثير بدل على أنه المباريات الجميلة بيناتهم المليئة بالأهداف هي حاضرة دائما وبتوقع لقاء اليوم ورغم بعض الغيابات عن صفوف الفريقين أنه يكون لقاء مميز جدا لقاء من خلاله نقدر نشوف فعلا الفوتبول الجميل يلي تعودنا عليه من قبل الفريقين هن الأفضل بلبنان بطبيعة الحال والدليل أنه الفريقين ما تلقوا أي هزيمة لحد الوقت بعد 9 مباريات على كل حال أكثر رح نفوت بالجانب الفني لهالمباراة مع كابتن هيثم زين محلل قناة ام تي في مرحبا اهلا مساء الخير اهلا وسهلا فيك مره جديده عبر شاشتنا كابتن يعني هيدي المباراه يلي منتظرين اكثر مباراه كثير مهمه بالنسبه للفريقين لان هي فك الارتباط بيناتهم راح يكون صحيح النجمه سجل هدف اكثر من العهد ولو انهم متساويين بالفارق بزائد 15 لكل واحد منهم لكن المباراه بيعرف من خلالها واحد منهم انه قبل المرحله الاخيره من الذهاب ممكن يلاقي حاله على قمه الترتيب صحيح اكيد هيدي مباراه القمه مباراه الاول والثاني متساويين بالنقاط المدربين حيكونوا كثير حذرين يمكن لو كان في فرق بيناتهم 3 نقاط يمكن حتشوف مباراه هجوميه اكثر بس المدربين حيكونوا كثير حذرين خصوصا بالشوط الاول بتصور لانه كل مدرب بده يحافظ على 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 النقاط بيناتهم بالمقابل مين بده يجازف من المدربين ويقول بده يربح مين بده يكون قلبه قوي لمباراة بدها قلب قوي على كل حال مشاهدينا خلونا نروح الى يعني تشكيلة الفريقين بداية مع صاحب الضيافة فريق النجمة تشكيلة النجمة اليوم مثل ما عم تشوفوا امامكم على الشاشة مؤلفة حراسة المرمى عباس حسن من اليمين الى اليسار علي حمام قاسم زدان احمد ديب وعبد الفتاح عاشور خط دفاع كلاسيكي بخط الوسط في مفاجأة وجود احمد جلول الى جانب نادر مطر وعلي بزي اما بخط المقدمة هناك ابو بكر المال فيليبي دوس سانتوس وحسن معتو على مقعد البدلاء موجود علي السبع علي سلمان امير حصري محمود قور مهدي زين وحسين شرف الدين غياب لثلاث أسماء بارزة عن مقعد البدلاء أيضا رح نتحدث عنها هن حسن المحمد علي الحاج ومحمد جعفر لكن قبل كابتن بدي بلش أنا وياك من النقطة الأهم بخط الوسط النجماوي بكل بساطة أحمد جلول بعد غياب طويل بسبب الإصابة عم بيكون موجود وعم بيكون موجود بشكل أساسي بغياب إدريس أنيانغ المصاب السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم هل هو أحمد جلول نقطة قوة أو نقطة ضعف راح يكون للنجم اليوم وخصوصا أنه اللاعب مبتعد عن أجواء المباريات من فترة طويلة ولو أنه إمكانياته الفنية كلنا بنعرفها قد مهمة لكن الأمور حتكون كتير صعبة لأنه لاعب مثل ما قلت ما شارك ولا بأي مباراة لاعب عائد من إصابة لاعب عاد من اصابه فموضوع خصوصا عم تلعب ضد فريق العهد بتصور المدرب هو ادرى بده يحافظ على لياقته وما بتصور قادر يكمل 90 دقيقه هيدي خيارات المدرب بس بتصور انه اذا حافظ على الشكل التكتيكي اللي عم يلعب فيه نادي النجمه من اول الموسم اذا عم نلاحظ نادي النجمة عم يلعب بتشكيله 4-3-3 نعم. تتحول ل 4-5-1 رح اروح اكثر للتفاصيل التقنيه تبع التشكيل لكن خلينا نشوف ايضا جورج لو سمحت تشكيله فريق العهد يلي عم تخوض المباراه اليوم ايضا مع بعض التغييرات التكتيكيه بسبب غياب الابرز هو محمد حيدر بسبب الاصابه مثل ما بتعرفوا مهدي خليل بحراسه المرمى علي حديد نور منصور احمد الصالح وحسين دقيق هن رباعي خط الدفاع امامهم لاعبي ارتكاز عيسى يعقوب وهيثم فعور امام هون رح يكون موجود طبعا حسين منذر وموجود حسين الزين على الجهه اليمنى واحمد زريق على الجهه اليسرى ومارتن توشاف كمهاجم وحيد على مقعد البدلاء محمد حمود ربيع عطايا مصطفى كساب سمير اياس محمد قدوع خليل خميس واكرم مغربي كابتن منتابع انا وياك بتشكيله النجمه كنت عم تحكي انه بيعتمدوا استراتيجيه 4-3-3 اللي هي استراتيجيه ممتازه كانت بالنسبه للنجم بالمباريات صحيح يعني وخصوصا مع تحولها بالحاله الدفاعيه لكن مطلوب طبعا التزام بعض اللاعبين تحديدا حسن معتوه ابو بكر المل 100% بس اليوم في يعني اليوم المباراه حتكون غير عن باقي المباريات لانه اليوم مطلوب من حسن معتوه بالناحيه الهجوميه يكون اكثر فعاليه مطلوب منه ايضا انه ما يرجع يدافع مع عاشور على جهه الشمال لانه نادي العهد بيتميز بباسل حديد وحسين الزين علي حديد وحسين زين صحيح علي حديد وحسين الزين واثنين
عندهم مهام هجومية وسريعين، فبتصور رح تكون موكلة للاعب خط الوسط يلي هو بده يدافع مع عاشور، لأنه ما بتصور أنه حينطلب من حسن معتوق يرجع يدافع بأقصى مركزه، فلذلك حيكون في حدا بنص الملعب. رح يكون في مشكلة هون إذا حسين الزين بينطلق للأمام وما في مؤازرة، ما في مؤازرة لعبد الفتاح عاشور مع سرعة حسين الزين، صحيح. رح يقدر العهد يعمل الفارق بشكل سهل، يعني مطلوب اليوم من حسن معتوق أو أبو بكر المالي اللي بيكون موجود مع عبد الفتاح عاشور هو يعني يكون موجود للمؤازرة الدفاعية. بالوقت يلي عم شوف لحظة دخول الفريقين إلى أرض الملعب، أيضا عم يرافقهم شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بمتلازمة داون داون سيندروم من جمعية الحنان، فريق فوتبول أيضا بيدربوا اللاعب نصرة الجمل، أكيد تحية كتير كبيرة لنصرة لاهتمامه بهالشباب ولهاللفتة من جمعية الحنان، وأيضا من الزميل جهاد زهري اللي كان هو صاحب المبادرة مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم ليكونوا موجودين هالشباب صغار ويلتقوا بنجوم المفضلين. الأمر اللافت قبل بداية المباراة بحديث معهم أنه حافظين كل أسامي لاعبين نجمة ولاعبي العهد، عم نشوفهم أمامنا على الشاشة أيضا عم يشاركوا بتبادل التحية. بنرجع كابتن للنقطة المهمة، طرفي النجمة معتوق أبو بكر المال قد إيه مهم اليوم يكونوا بعملية المؤازرة، لأن عندك أحمد الزريق وحسين الزين هن أسرع لاعبين على أرض الملعب بكل بساطة. بتصور من جهة الشمال ما حيرجع حسن معتوق، اللي بده يرجع هو حدا من نص الملعب يا علي بزي يا أحمد جلول، لأنه حسن معتوق حيضلوا بنص الملعب لقدام لحتى الهجمة المرتدة يقدر يعمل هجمة مرتدة. يعني عنده مطلوب منه علي بزي يظهر من مركزه ويروح أكيد للطرف. 100%، أبو بكر مال حيرجع يدافع مع علي حمام، بس حسن معتوق حيبقى هو المهاجم البرازيلي للهجمات المرتده. بس ابو بكر المال بكثير من المباريات ما شفنا بكل الاوقات عم بواكب علي حمام، وهذا الامر خلق له مشكله لعلي حمام لما كان عم ياخذ المبادره. اليوم ما في، اليوم ما في ما يرجع يدافع مع علي حمام، هيدي مباراه قمه، وهيدي مباراه ثلاث نقط، وهيدي اليوم المباراه على تفاصيل صغيره، على طابه ثابته، على كرات عرضيه، على تسديدات من خارج المرمى. طيب كابتن هيثم، ايضا من ناحيه فريق العهد تنحكي شوي عن فريق العهد اليوم، العهد اصبحنا بنعرف بوجود منذر فعور وعيسى يعقوب او حتى اثنين منهم عم يكون مرعب بخط الوسط، عم يقدر يكسر كل هجمات الخصوم. يوم بمواجهه نادر مطر وعلي بزي واحمد جلول، لمين الافضليه برايك؟ انا بشوفها لفريق العهد بصراحه، ليك وخصوصا في حال نادر قرر ياخذ المبادرات الهجوميه او يزيد على خط 18 والى داخل منطقه الجزاء. ليك بتصور اليوم خبره فاعور وعيسى يعقوبو هي اكبر من خبره علي بزي واحمد جلول، لان علي بزي اصلا ما بيلعب نص ملعب، صحيح. واحمد جلول عايد من اصابه، بس ونادر ما بحب يلعب كلاعب ارتكاز 100%، 100% الافضليه. بس خطوره العهد اليوم انا بتصور خطوره العهد حتكون احمد زريق، حسين دقيق يلي حيجي من الخلف ويلعب الكرات العرضيه، هون خطوره نادي العهد. طيب بظل هالاجواء الناريه بملعب مدينه كمال شمعون الرياضيه، بدي تابع انا وياك بنقطه ايضا مهمه جدا، غياب محمد حيدر اليوم على تشكيله العهد. كنت عم بحكي مع محمد قبل بدايه المباراه، عم قال لي ممكن يكون هالموضوع ايجابي لفريق العهد مش سلبي ابدا، ووجود ايضا ربيع عطايا على مقعد البدلاء بعد عودته من الاصابه، قال لي لانه بيعطي مسؤوليه اكبر للاعبين، بيناتهم احمد زريق يلي صار له 12 مباراه متتاليه نعم ما سجل بالدوري اللبناني، اخر هدف له كان بمرمى التضامن صور، ومن وقتها ما سجل اي هدف. اليوم هل رح يعطي حريه اكبر ويحرر احمد زريق غياب حيدر ووجود عطايا على مقعد البدلاء؟ ليك ما بتصور يعني، لانه محمد حيدر لاعب مؤثر جدا، وخصوصا بس يصير في زياده عدديه، ومحمد حيدر بيقدر يلعب الكرات على الفراغات ان كانت شمال او على اليمين بدقه، فمحمد حيدر غيابه مؤثر جدا انا بعتقد، يعني بيصنع الفارق بلمسه 100%. زريق بتصور عم بيأدي دوره، عم يتحرك، عم يوصل على الطرف، عم يلعب، ما عم بيسجل، بتصور يعني بتكون شغل يعني اليوم بتكون شيء ايجابي ان شاء الله. يعني اليوم زريق اذا استلم اكثر رح يقدر يصنع خطوره اكبر، بنعرفه انه لاعب بياخذ مبادرات، رجل المبادرات كان بالموسم الماضي بكثير من المباريات، ورغم دخوله اوقات كبديل بسبب اصابه عانى منها قدر يحسم مباريات للعهد. بتصور ما كل بتشوفه مفتاح اساس اليوم من مفاتيح فوز العهد حتى لو بوجود مارتن توشير. بتصور كل مباراه له ظروفها. زريق اليوم خصوصا اللي بيساعده انه حسين دقيق عم يجي من الخلف، فبيعطيه حريه انه يقدر يلف لاعب او يقدر يتقدم، بتصور حيكون اليوم رح يقدم مستوى جيد. زريق تعودنا عليه بالمباريات القمه او مباريات ضد النجمه بيكون مستوى جيد. بالنسبه لثلاثي خط الوسط عند فريق العهد، يعني عم نحكي عن منذر يعقوبو وهيثم فعور، ثلاث لاعبين عندهم نزعه دفاعيه
ما عدا منذر اجمالا بيقدر ياخذ مبادرات للامام، قد ايه اليوم اهميه خط الوسط عند فريق العهد بعمليه بناء الهجمه اللي بتبلش من الخلف دائما عند العهد من دون ما يضطروا لاعبي الطرفين يعني الزين واحمد زراق يرتدوا للوسط لاستلام الكرات، يعني عنده يعني هالثلاثه يقدروا يكونوا صله الوصل ويقدروا يوصلوا الكره للامام. هناك بتصور يعقوب وفاور عنده خبره كبيره.